متتبعي متتبعات قناة المفكر المغربي، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. دائما في إطار إعلانات مباريات التوظيف، الآن مع إعلان ديال الشركة الملكية لتشجيع الفرص. بموجب هذا الإعلان بغطوا الضف مكلف بإدارة علاقة الزبناء، ولهذا وضعت نهار 17 يوليو 2024 آخر أجل لإيداع ملف الترشيح على الموقع الإلكتروني التالي www.emploi.soreuc.ma. الوثائق اللي غادي يتم الإيداع ديالها هي سيرة ذاتية، رسالة تحفيزية، ثم بطاقة معلومات اللي غادي يكون المترشح قام بالملء ديالها على الموقع المذكور آنفا. الشروط هي الجنسية، سن قانونية للتوظيف، باك بليس 4 أو 5 في الجيستيون أو الإيكونومي أو الكونتابيليتي أو ما جاورهما، ثم ضرورة التوفر على تجربة مهنية. بالتوفيق للجميع. المفكر المغربي يحييكم ويضرب لكم موعدا قريبا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.